هناك نوع من الغموض في الحركة الاجتماعية. ليس هناك منطق قار الحركة الاجتماعية المغربية، ليس هناك منطق قار. داخل الحركة الاجتماعية هناك تدافعات وتمزقات. إن الحركة الاجتماعية حركة تاريخية، الحركة الاجتماعية المغربية حركة تاريخية، فيها أشياء جميلة جدا وفيها أشياء اللي هي غير جميلة. وبالتالي نسمع أشياء يعني سياسيا وأخلاق سياسية ومن خلال قيم تقدم مقنعة، لكن لا ننسى بأنه كذلك كاين وجوه غير مرضية في كل الحركات الاجتماعية مهما كانت.